أهلا بكم. اليوم سنتعرف على لغة HTML. HTML هي اختصار لـ Hypertext Markup Language، وهي لغة ترميز فائقة الدقة والأكثر استخداما في إنشاء وتصميم صفحات ومواقع الويب، وتعتبر أيضا من أقدم اللغات وأوسعها استخداما، بحيث تكون ضرورية جدا في إنشاء أي تصميم ترغب فيه. فإذا كنت ترغب في تعلم البرمجة فعليك البدء بهذه اللغة، فهي بسيطة وتعتبر البنية الأساسية لكل ما تراه على الويب اليوم. لأبسط الأمر أكثر، فالـ HTML هي الهيكل الأساسي لأي صفحة، فهي تعطي القاعدة الأساسية لظهور التصميمات التي ترونها على كل موقع إلكتروني اليوم. لننظر معا لهذا المثال البسيط لنفهم كيف تستخدم لغة الـ HTML. كما نرى هنا فلدينا بعض الرموز الخاصة بالـ HTML، وكما قلنا في السابق أنها عبارة عن الهيكل الأساسي، هذه اللغة عبارة عن الهيكل الأساسي لإنشاء أي موقع ويب توده، فالرموز الـ HTML تظهر على هذه الشاكلة. وهنا أعددت في المتصفح الخاص بي، أعددت لكم الصفحة. سترون عندما أدرج رمز من الرموز الخاصة بالـ HTML في هذا الجانب، سوف تظهر هنا على المتصفح. فالرموز عديدة ويمكن تعلمها بكل بساطة، فلا داعي للقلق بشأن ذلك. إذا لنرى كيف يمكن استخدام الـ HTML ومماذا يتكون. أولا، الـ HTML يتكون من ما يسمى بالرأس أو الهيدر، يمكن إدراجه هنا كما ترون على الشاشة الآن، هيدر. وفي هذا الهيدر يكون يعني غالبا رأس الموقع الإلكتروني. ذهبنا إلى موقع سكول ويب فسنرى هنا الرمز الخاص بسكول ويب، وأيضا هنا قائمة الخدمات الخاصة بسكول ويب، والبادي وهو يعني جسد أو هيكل الموقع الإلكتروني. فكما ترون الموقع الإلكتروني هذا هو هيكل موقع سكول ويب، فهو مدرج داخل هذا الرمز البادي. وهناك الأمر الثالث وهو الفوتر أو رجل الموقع الإلكتروني إذا صح التعبير، فبالإنجليزية يسمى فوتر. وهنا تدرج بعض المعلومات التي نود أن نراها في جميع صفحات الموقع الإلكتروني، يعني في كل موقع إلكتروني يوجد يعني الهيدر رأس الموقع وهو فيه أمور لا تتغير، مثلا رمز الشركة لا يتغير، وأيضا معلومات وبيانات أخرى عن الموقع الإلكتروني نضعها مثلا في أسفل أو في الفوتر الخاص بالموقع الإلكتروني، وهي أمور أيضا لا تتغير. وإذا أردنا أن نغيرها سنغيرها في مكان واحد هنا على الفوتر، وسيحصل التغيير يعني في جميع الصفحات الأخرى في الموقع الإلكتروني. يعني الموقع الإلكتروني تحتوي على أكثر من 20 صفحة مثلا، فلا يمكن أن نخلق فوتر خاص لكل صفحة، فهذا سيكون مضمن ومتعب جدا عندما نود أن نغير البيانات. وكذلك الأمر يعني خاص بالهيدر، أيضا ننشئ هيدر واحد ويكون صالح لكافة الموقع. بالنسبة للأمور الرموز الأخرى مثلا كما ترون هنا، فهذا عبارة عن عنوان، وهناك العديد من العناوين، هناك العناوين الكبيرة والعناوين الصغيرة والأصغر وإلى ما إلى ذلك. سوف أقوم بإعطائكم مثال. مثلا هنا H2 هنا تعني header 2، ويكون عنوان أصغر من العنوان واحد H1 و H2. هنا عبارة عن header، سأكتبها باللغة العربية أفضل، عنوان. فإذا قمت بحفظ التغييرات سوف يظهر لكم هنا على الشاشة عنوان صغير، وإذا قمنا أيضا بإنشاء عنوان آخر H3 سنحصل على عنوان أصغر من سابقه، فسأكتب عنوان أصغر. سأقوم بحفظ التغييرات وكما يظهر لكم هنا العنوان أصغر. بالنسبة للفقرة، هذا هو رمز الفقرة ويبدأ ب P وهي paragraph in English،
في اللغة الإنجليزية، فال P لا تتغير، ليس هناك أنواع من الـ من الـ من الـ P's. وإذا أردنا مثلا أن نحصل على رابط، فنستخدم هذا الرمز، رمز الـ HTML الخاص بالروابط كما تشاهدون، قد كتبت هنا هذا رابط. بالنسبة للصور نحصل على، نكتب image، هذا هو رمز لتظهر لنا الصور. فإذا ذهبنا إلى موقع سكولوب فهذه صورة، فهناك بطبيعة الحال في خلفية الموقع هذا الرمز الذي يظهر لنا، بدون هذا الرمز لا يمكن أن تظهر لنا هذه الصورة على موقع سكول ويب مثلا أو على المواقع الأخرى التي تعرفونها. إذا أردنا مثلا إظهار هذا الزر مثلا، هذا الزر التصميم الآن مثلا على موقعنا، فهذا زر، إذا أردت ذلك هناك أيضا رمز خاص به وهو button إنجليزية، فيمكننا أن نظهر زر خاص مثلا، هذا سأكتب هنا هذا زر. طبيعة الحال سنقوم بدورات مخصصة عن كيفية استخدام الـ HTML بشكل مفصل في دورات قادمة إن شاء الله، سوف أعود إلى المتصفح الخاص بي. وكما ترون هذا زر هو صغير ولكنه ليس جميل جدا، لأن الـ HTML لا يمكننا أن نستخدم الـ HTML وحده لكي نحصل على موقع ويب جميل مثلا. فإذا ذهبنا إلى موقع ويب سكول ويب ترى أن الأشياء جميلة ومصممة وبألوان مختلفة وكل شيء في مكانه، وهناك لغة برمجية أخرى وتسمى بـ CSS، سأكتبها هنا على H1 كي يكون العنوان كبير. اللغة اسمها CSS وهي لغة أخرى سوف نقوم بدورة خاصة عنها وعن كيفية استخدامها وما أهميتها بالنسبة للمواقع الإلكترونية. إذن كما ترون على الشاشة فهذا هو رمز أو رموز الـ HTML. فبدون هذه اللغة التي تسمى الـ HTML لا يمكن أبدا إنشاء أي موقع ويب على الإنترنت، لأن بدونها ليس هناك هيكل خاص، وهو الهيكل الأقدم الذي تم اختراعه لإظهار معلومات على المتصفح كما تشاهدون على الشاشة. أمل أن يكون هذا الدرس قد أفادكم كثيرا. إذا أردتم دورات أخرى إن شاء الله قوموا بالاشتراك في القناة، ولا تنسوا يعني تفعيل الجرس لتصلكم الدورات أول بأول إن شاء الله. شكرا لكم.